ما عندنا اربع حاجات عايزين نحسبهم: ال L كابيتال، ال D، ال B، ال دلتا واي. هنعرف كل واحد منهم. مبدئيا هنحط الكتلة ديت هنا كده عند طول معين عند المسطرة عند الحرف، عشان المسطرة طبعا ما تقعش. الطول اللي هنحطه عند الحرف دوت ده هيبقى ال L كابيتال. ده كده الجزء ده كده ال L كابيتال. اشوف المسطرة كلها قد ايه واطرح الجزء اللي انا حاطه هنا جوه الترابيزة، يبقى ده ال L كابيتال. عندنا ال دي هو الرفع بتاع المسطرة اللي هو 1 من 10 سنتيمتر. ال بي اللي هو الوايتس العرض بتاع المسطرة، هنلاقيه 62 من 100 حاجة زي كده، هيبقى العرض بتاع المسطرة. والدلتا واي هنعوض في القانون عادي جدا اللي عندنا، الدلتا واي اللي هي ثانية كده معانا، معلش، دلتا واي هنلاقي هنا أوزان. كل مرة هنزود وزن دي هتنزل كده، هتنزل في كل مرة تنزل فيها، في كل مرة تنزل فيها المسطرة هنحسب الفرق بين المسطرتين. تبقى دي الدلتا واي، انت لازم تخلي دي اكتر، هتبقى دي الدلتا واي. يبقى احنا كده عندنا كل المجاهيل، نعوض في القانون ونرسم علاقتنا.